سلام سلام حبيباتي، كراكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي كاع تكونوا غايه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا اليوم الشيلات غير ما طراتو، جبت لكم الكعك الوهراني من ايادي الوهرانيه. كما راكم تشوفوا الزينات بلا بيض بلا تعب بلا والو، وناجح 100% صدقوني. مع السر اللي غادي يخليه لكم يجي كيما نتاع المحلات. عميرتي برك ما تبخلوش علينا بالجام، اشتراك في القناه بتفعيل الجرس بيان سور. كما راكم تشوفوا الصوره راهي توضح، راها تعبر على نفسها. ما نطولش عليكم الزينات، نقول لكم نروحوا مباشره الى المقادير مع طريقه التحضير ونقولوا بسم الله. شوفوا بالنسبه للمقادير نتاع الكعك تاعنا تاع اليوم، عندنا كيله تاع السكر، كيله زيت. هنايا عندي هادو تشريهم عند اللي يبيع التوابل، هذه فيها شنان، فيها زريعه البسباس كامل، يعطيهم لك هنا تبغي تجيبيهم حب. كما ممكن البنات تشريهم مطحونين، انا هنا جبتهم مطحونين. وعندي قرصه الملح، هنا عندي ثاني زوج لا ليفيغ خميره تاع الحلوى، عندي الحليب، وعندي الفرينه، وبيان سور خماره نتاع الخبز العاديه. نروحوا مباشره الان للطريقه. البنات نفس الكيله اللي تكيلو بها السكر والزيت هي اللي تكيلو بها البنات الحليب، هكا باش نعطيكم السور ميزور. هنايا ها هي الكيله الاولى، هاي البنات الكيله الثانيه. الحليب ولا ممكن ديري كيله حليب وكيله ما، انا درت زوج كيله حليب. البنات هنا لازم تكون دافيه، سيرتو كي رانا في فصل البنات الشتاء، لازم هاكا نحطوهم تكون دافيه. راح نزيدو ملعقه كبيره وشويه نتاع خماره كما راكم تشوفوا. خلطوهم مليح البنات حتى تحسوا هذيك الخماره اندمجت مع باقي المكونات، مع ولا مع الحليب. نزيدوا السكر البنات، زيدوه كامل على ضربه. راح نزيدوا الزيت تاعنا هاكا ثاني، نخلطوهم البنات مليح مليح. راح نزيد هذوك المنكهات كاع، كم ممكن ديروهم البنات حب، معليش ديروهم حب هكا. صدقوني واحد الريحه نتاعهم تهبل. ولا ما عرفتيش روحي عند اللي يبيع التوابل قولي له اعطيني لي زيبيس نتاع الكعك هكا. الشيله ضرب، غادي نبدا نزيد في الفرينه تدريجيا. هنا كما راكم تشوفوا البنات نزيدوا هذيك الفرينه تاعنا. هذا الكعك فاش يعجبني كي ما فيهش البيض، بعض الاحيان يكون عندنا البيض في الدار، كيما بعض الاحيان ما يكونش كاين البيض. الوغ الا ما كانش عندك البيض وبغيت ديري الكعك ما تدوخيش كاع، جربي هذا الوصفه وغادي بيان سور تعجبك مليون في المية كاع. كيما تعرفوا ما ولادي الوهرانيه ما تعطيكمش وصفه كون ما تكونش متاكده منها 1000%. المهم الشيره دروك غادي نزيد هذوك خميره واه لا ليفيو الفرفارة، أيوا كيما راكم تشوفوا هكا. وغادي نكمل نخلط. هنا البنات لازم نتحصلوا على عجينة بهذه الطريقة البنات، دروك غادي نستخدم يدي، غادي نزيد الفرينة ونلم حتى نتحصل على عجينة. ملاحظة البنات نضيفوا هذاك القرصة تاع الملح كيما راكم تشوفوا ونجمعها. كما راكم تشوفوا بعد ما راني سيبون جمعت العجينه تاعنا، البنات خلوها طريه مليحه باش هكا يجيكم هشيش من الداخل. غادي نغطيها ونخليها تقريبا 45 دقيقه. كما تعرفوا في المشتى تشد شويه الوقت، بصح في الصيف ما تخلوهاش بزاف. المهم كي تشوفوها ضعف الحجم تاعها، انا بعد ما يضاعف الحجم تاعها نرجع معكم. هنا حبوباتي كما راكم تشوفوا بعد ما راه ضاعف الحجم تاعها بهذه الطريقه، ريحه نقلع العجينه تاعي نوضعوها في طاوله العمل البنات ونشكلوها بهذه الطريقه. حربوش كبير بالاستعانه دائما بالفرينه الدقيق على بها. قلت لكم خلوا العجينه شويه طريه هكا، كي ديروا دقيق ما تنشف لكمش وما يجيكمش الكعك تاعكم ناشف. المهم قطعوا كيما تبغوا نتوما البنات، كاين اللي يبغي حجم كبير كاين اللي يبغيها حجم صغير، كل وحده وكيما تبغي. ريحه نشكلهم بهذا الطريقه البنات. عندي طريقتين غادي نشكلهم امامكم. هذا الكعك الوهراني التقليدي البنات، هذا القديم بصح دروك جدو فيه راهم يديروا بزاف طرق. المهم البنات نوعدكم اني راح نجرب، راح ندير معكم وصفه جديده نتاع الكعك تجي روعه صدقوني. المهم البنات بهذه الطريقه نشكلوا دائره كما راكم تشوفوا.
وريحه نجيب المقص ونقصه نعطوها هذا الشكل نتاع الورده كيما راكم تشوفوا. هذه طريقه امي ربي يخليها لي ان شاء الله ويخلي لكم كاع امهاتكم واللي امها ميته ربي يرحمها ان شاء الله ويجعلها من اهل الجنه يا ربي. المهم البنات نكملوا بالطريقه الثانيه كيما راكم تشوفوا هنا ممكن انكم تشكلوها بهذه الطريقه البنات ديروها حربوش نمقصوا بهذه الطريقه ومن بعد عاد نغلقوا الحبه. المهم تبقى انتيا كل وحده والطريقه تاعها اللي تبغي تستخدمها. المهم زينات بهذه الطريقه ريحه نزيد نكمل كاع هذيك الحبات اللي راهم عندي كيما راكم تشوفوا هنا يسقموا هذيك الاطراف هكا باش تجيكم بيان فيني كيما راكم تشوفوا. هنايا غادي نكمل كاع هذوك الحبات اللي عندي بهذه الطريقه. هنايا حبوباتي بعد ما راني كملت كاع هذيك الكميه غادي نخليهم يختمروا حتى يضعف الحجم تاعهم ونرجع معاكم الزينات هكا باش نطيبوهم معاها. البنات كيما راكم تشوفوها والكعك تاعي راه تخمر الله يبارك راه الله الله عليه. المهم هنا درت حبه تاع البيض درت لها شويه تاع قهوه ممكن ما ديروهاش اصلا ديروا غير صفار بيضه ولا حبه بيض نيشان. المهم البنات ضربوها مليح. راح نجيب ايضا البانسو تاعي ورايحه هنايا غير بشويه على الحبه البنات باش ما طيحولهاش الخمار تاعها نمسحو كاع هذوك الحبات تاعنا بالصفار تاع البيض البيض عفوا باش يعطيهم يعطوها هذيك لا كولور بيان دوري يجي بزاف بزاف شابه. شريت هنا اللي اعتمدتوه كمشروع صغروا شويه الحبه كما تعرفوا. المهم غادي نكمل كاع الحبات ندير لهم صفار البيض ونولي معاكم البنات باش هنايا كيما راكم تشوفوا صاي كملت كاع الحبات. عندي كميه نتاع الجنجلان كيما راكم تشوفوا انا عندي هنا ماشي محمص غادي نديره فوق الحبه كيما ممكن ما ديريش كاع فقط هذا كتزيين ولا ديري حبه الحلاوه ولا ديري اي حاجه زريعه البسباس من فوق كل واحد واش يدير. المهم انا غادي نكملهم عميراتي وندير الكعك تاعي طيب. انا درت الكوشه ديجا راها حاميه نديره نشعلها من تحت نخلوه حتى يحمر لنا من تحت نشعلوا له من فوق يدي هذاك اللون الذهبي ونولي معكم الزينات باش نشوفوه في اخر الفيديو. كما كنت تشوفوا بعد ما راه وجد معنا الكحك صدقوني ريحه راها دوخ نتاع الكحك جاب بزاف بزاف بنين كيما راكم تشوفوا امامكم في ساعة وجدناه بدون مكونات بزاف وصدقوني ناجح 100% كيما راكم تشوفوا. صراحه انا هاكا نبغي الحبات يجوا كبار. نتوما الا تعتمدتوها مشروع البنات ديروا حبات غير كيما هادو كيما راكم تشوفوا الفرق بين الحبه والحبه هذا فقط كملاحظه. والبنات السعر نتاع الحبه نتاع الكعك كيما هكا انا صراحه البنات لقيتها تنباع ب 2005 هذه بالنسبه اللي يبغوا يخدموا مشاريع. كيما راكم تشوفوا الشيرات هذا هو شوفوا شحال جانا شي شي يجي بزاف بزاف بنين كيما راكم تشوفوا الصوره تعبر عن نفسها جا روعه ان شاء الله برك عميراتي تجربوه اكيد غادي تجربوه غادي تنجحوا فيه كيما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعه كيفاش يجي جا روعه كيما راكم تشوفوا. هذا هو وصفتنا تاع نهار اليوم ان شاء الله تكون خفيفه ظريفه عليكم وبيان سور اللي عجبها الفيديو ما عليها غير تكثر جم 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 ودعموا ام اولادي هكا باش القناه تاعنا تكبر حبيباتي. واللي جا وجدنا نقول لهم مرحبا بكم قال لي غير استودعكم الله نقول لكم قارعوني في فيديو واحد اخر سلام.